السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في قناة Learning with Alia. فكما جرت العادة دائما مع درس جديد من دروس تعلم اللغة الإنجليزية للمبتدئين. في درس هذا اليوم إن شاء الله سنتعلم بعض العبارات أو الجمل المفيدة بالإنجليزية عندما تطلب وجبة في المطعم. على بركة الله إن شاء الله، Let's get started. At the restaurant. في المطعم. Are you ready to order now? هل أنت مستعد للطلب الآن؟ Are you ready to order now? هل أنت مستعد للطلب الآن؟ Yes, I'll have some salad, roast chicken and french fries. نعم، سأأخذ بعض السلطة والدجاج المشوي والبطاطا المقلية. Yes, I have some salad, roast chicken and french fries. How do you want the chicken? Rare, medium or well done? كيف تريد الدجاج؟ نادر، متوسط أو متقن؟ How do you want the chicken? Rare, medium or well done? Well done and easy. On the salt, please. أحسنت وسهل على الملح من فضلك. Sure, anything to drink? Sure, anything to drink? بتأكيد، هل لديك شيء للشرب؟ بتأكيد، هل لديك شيء للشرب؟ Do you have tea or coffee? Do you have tea or coffee? هل لديك شاي أو قهوة؟ هل لديك شاي أو قهوة؟ Yes, we have both tea or coffee. نعم، لدينا كلاهما، شاي أو قهوة. Yes, we have both tea or coffee. نعم، لدينا كلاهما، شاي أو قهوة. Ice lemon tea, please. شاي ليمون ثلج من فضلك. Ice lemon tea, please. شاي ليمون ثلج من فضلك. هذا كل شيء في درس هذا اليوم. إذا أعجبكم هذا الفيديو، لا تنسوا النقر على زر الاشتراك لكي يصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.